الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1 في الدقيقة 87. كابتن شريف، مباراة صعبة وخطفنا في هدف الشوط الثاني عكس سير المباراة، ونجحنا في التعادل 1-1 ولكن فقدنا نقطتين غريتين مرة أخرى. ما زلنا في نزيف النقاط الضايعة يعني. بس ده ليه سبب. من أول هاف تايم للمباراة اللي قبل كده للمباراة اللي قبلها. اللعيبة عارف تحس كده ان اللعيبة ساعات بتمر علينا وقت كده احنا بره التفكير جوه الجيم يعني. اللعيبة بتلعب على اساس ان كل لعيب جنبه يقدر يشيل الحكاية. يعني هديك مثال اكتر مش ممكن كل الفرقة كده ايمن. يعني زمان احنا كنا في 2-3 في الفرقة يعني متوسطين الحالة البدنية، راجعين من إصابات، حاجات كده. ما الفرقة كلها بتبحث عن منقذ، بتبحث عن لعيب سريع قوي، عن لعيب حريف قوي عنده الحل، عن لعيب عنده حل من الحلول. الراجل اللي بيستلم الكرة من نص الملعب قبل ما بيبص ويشوف مفيش حد بيساعده، مفيش أي نوع من التحركات لجوه إنه يلعب. حتى الريسك اللي بيلعبه ده يبقى خطر. أنت لو شفت او جاب لنا في الهايلايت هتلاقيها بتنزل عند عامر هتلاقيها من نصيب الديفندر بتوع سيراميك. هتلاقي الكرة التانية لما بتترد انت صف واحد واقف على ال 18 والباقي كله بيستلم، بيلعبوك 5-4-1 بيستلموا هم الكرة التانية على طول. فانت بتحاول تبحث تجيبها تاني عشان تبتكر. الابتكار حتى عندك المنافذ او الشكل اللي انت تقدر تاخده من اليمين وتقدر ناقص شكل بعيد جدا. ايه السبب؟ لا ما النهارده انت بتعتمد على محمد هاني وعلي معلول، ها دول ساعات بيبقوا حاله انقاذ. في علي معلول مش قادر خلاص، محمود وحيد راجل هيلعب ديفندر ولا هيهاجم ولا مش هو الحكايه دي. مش الميكانيزم يعني، هو ما بيلعبلوش كمان 3-4-3 النهارده، ها فيقدر يبقى قريب شويه من نص الملعب هنا ويقدر بخطوتين يبقى هنا وخطوتين يبقى هنا. لا ما عندكش تغيير الطريقة. جت على أساس إن صانع اللعب بتاعك بيلعب ديفندر كمان النهاردة، يعني بيلعب في نص الملعب جنب حمدي فتحي. حمدي فتحي النهاردة لو تتفرج عليه في راجل بيلعب فوق طاقته، مش قادر يمشي بدنيا هو راجل أصلاً. راجل وقف ومكسوف يقول أنا متعور. ده لاعب اضطراري. ده لاعب اضطراري مظبوط. وشايف هو شايف وحاسس، شايف وحاسس بجميع اللاعبين. يعني لما إحنا مش هنتكلم عن اللاعبين، لا دي حالة عامة، دي حالة عامة. هديك المثل الصغير من غير ما ندي الأسباب لنفسنا. محمد عبد المنعم بيجي له ضمة، دي الإصابات دي، وده صغير في السن. الإصابات دي إجهاد عام يعني. الإصابات دي ما بتجيش لحد كده، والكرة اللي جات له فيها ما كانش فيه حاجة، ده هو حس فجأة إن العضلة شدت منه. أيمن أشرف لازم يبقى في حد جنبه عشان أعرف اعمل الموازنه. امتى اهجم، امتى العب كره طويله، امتى دافع. الفرقه الثانيه زي ما كلنا اتكلمنا في لافتايم بتقول لك اكسبني. فانت بتقول ده هجموا علينا وتجرأوا علينا، لان انت خلاص انت مش موجود ولا هيبتك موجوده ولا تنظيم. فاكر عليا انت في لافتايم بتقول لي لازم انظم الملعب من جوه مهما كان ادائي. انا مش منظم ملعبي، انا ما عنديش طرف يمين وطرف شمال وسنتر فيرود وتحتيه هاف رايت من هنا وهاف ليفت من هنا. الراجل جاي قفشه بقى، ها بينحي. لا احنا بنلعب زي مكسيوني كده، الكره تجيله مش عارف يعمل بيها ايه، مش عارف بيدور على واحد يديها له تاني، مش بيدور انه يخترق زي بيرتساو ما عمل. ده في اول ثانيه في الشوط الثاني بيرتساو نزل وعنده الحميه وعنده الرغبه، كان هيجيب جول اللي شاطها بيمينه دي هارد لك اللي راحت فوق. هو ده طريقه اللعب، هو ده شكل اللعب اللي لازم يبقى موجود. انت نازل تلعب بتدي الامكانيات اللي عندك 50% بقى 60 كل الكره اللي عندك. احنا في لعيبه واقفه في الملعب مش قادره تعمل اي حاجه خالص، بتدور على اللعيب. اول ما تجيله الكره يا بيأخر الكره ما بيديهاش لزميله بسرعه، يا متاخر بدنيا مش قادر يفتح سبرنت فول سبرنت يعمل يعدي الفريق الثاني او يعدي الديفندر اللي جنبه. فانت تقدر تلعبها له من ورا الباك، مش هو مش قادر يديك الفرصه انك انت تمسح له المساحات دي. فانت عندك تاخر كتير قوي، تنظيم في الفريق كويس قوي، لعيبه بعيده خالص عن الشكل. مش ده شكل البطل اللي احنا متعودين عليه، ان حتى واحنا وحشين احنا زانقين قوي فرقه او ماسكينهم
ضاغطين عليهم. ما احنا ياما لعبنا ماتشات ما بيخرجوش الفرقه اللي بتلعبنا من 18 وبنتعادل. بس شكلنا ايه؟ احنا اللي بنهاجم واحنا احنا اللي بنخفق في ان احنا نجيب الجوال، احنا اللي حظنا وحش، احنا الكوره بتيجي في العارضه، احنا الفرقه الثانيه بتطفش كوره على طول، بيضيعوا وقت، جول يطلع نجم المباراه زي الرجاء كده قعدت ربع ساعه يضيع لك الوقت. في حاجات بتستنفذك فيه، انما انت الليدنج، انت اللي بتقرر، انت اللي ليك التحكم في المباراه. ما ينفعش كمان كره واحده تيجي لفرقه سيراميكا الراجل التاني الراجل هو المفروض يطرد داخل الشكل اللي دخل فيه والفار طبعا ما جابش اللقطه تاني وما اعرفش ايه، ما بتكلمش على التحكيم يعني، بس برضو من احد الناس اللي هي عملت كوره جت جول. ها ده كان في تهور جامد جدا، ده لازم هنتكلم عليه بقى، كابتن ناصر يتكلم على اللعبه دي. فدي كوره وحيده بتتلعب صح جه منها جول. عدم المصداقيه ان انت ممكن تخش فيه الجول بيخلي الكره تخش فيه الجول. عدم التغطيه السليمه بيخلي الكره دي، عدم الحاله البدنيه الاساسيه انك انت مهما كان بتقف على حيلك، كل الفرق في العالم واقفه على حيلها. ايوه الديفندر بيعمل شغله يا ايمن، نص الملعب بيعمل شغله. ايوه الحاله التنظيميه اللي بقولك عليها، الفيرويد بينزل مستني الفرصه ان الهاف يشوفه، بس في احد اللاعبين قصه ان هم بيخشوا ويخرجوا مش عارفين هيلعبوا اساسي او لا هيلعبوا احتياطي، مش عارفين هم النهارده في الجيم. طب انا هنزل في شكل، لازم تقعد مع اللعيبه ثلاث لعيبه مع بعض ثلاث لعيبه مع بعض تتكلم معاهم في الشكل والمهام والتاكتكس. لازم الوقت يديلك الاسبوع ده، لازم تعمل تاكتكس للاجناب. صح، بس انت قلت كلمه كابتن، لازم يبقى في شكل هويه للاعب عاملها في دماغه مطلوبه منه ويسمع الكلام. بس انت قلت مش بيلعب، انا كلاعب مش بيلعب لعبته كده وخلاص. انا يعني كلاعب لما يحتاجني المدرب لازم اكون جاهز. ده في خاصه في النادي الاهلي والانديه الكبيره. بالظبط. لا ده خلاص احنا محترفين، ده انت بتتعامل محترف هنا في في النادي الاهلي. أيوة. فلازم تقعد ولازم تتكلم، ومهمه كبيره قوي على الجهاز الفني. المهمه كبيره جدا عليهم ان هم ازاي يرجعوا الثقه للعيبه دي تاني، واللعيبه دي تقدر تلعب الكره بتاعتهم. أيوة. وازاي بقى عندي فارق سرعه بيني وبين الفرق اللي قدام. ما بتكلمش على وفاء سطيف ولا بتكلم على اي حاجه. أيوة. ده في اي حاجه جايه. ايوه. فالى ان حاله الاجهاد دي تروح، الى ان يقعدوا مع اللعيبه ويفهموهم واجباتهم شكلهم ايه، ازاي يرجعوا الفرقه دي تاني تعظيم، بنعظم الفرقه تاني بشكلها ازاي. ده دي مسؤوليه مش سهله، مسؤوليه اللعيبه بره الملعب كمان. لازم تبات وتعيش وتحلم بالاسبوع ده اللي جاي ده. كوره بس، عندنا كوره بس، عندنا بيقول ايه، مش رده فعل، راجعين ندي الكوره اللي الناس عارفاها مننا. المعسكرات المغلقه الطويله تفرق شويه؟ يمكن بعد رمضان تفرق. في رمضان بتبقى صعبه. قدامك يومين رمضان، عندك ثلاث اربع ايام بعد في العيد، كله هيروح يعيد وهيرجع. عندك الظروف لازم تواكب الظروف، ظروف ثانيه. ظروف ان انت محتاج انك انت على الاقل تعدي ماتش وفاء سطيف ده بنتيجه كويسه، وتبقى الحكايه نفسيا بالنسبه للعيب. انا لعيب كان نفسيا دلوقتي عايز احس ان انا بروح اجيب جول. خمس ماتشات ولا اربع ماتشات اللاين فيرود بتاعي ما بيجيبش جول. اللي بيجيب محمد عبد المنعم من ورا، حسين الشحات الاحتياط اللي نزل كويس، انما ولا فيرود ولا اي حد جاب جول لحد دلوقتي من الخمسه اللي قدام دول. لدرجه انا بتفرج معاك بقول لك يعني مادي قفشه الوحيد اللي عنده كوره يقدر يروح يجيب بيها جول بيلعب. اخر حاجه شفته له في الملعب كان بيلعب ديفندر النهارده. فرغم الغيابات رغم كل ده لازم اللعيبه تقعد مع نفسها كمان. صح. والجهاز يقعد معاها، ما فيش حاجه ثانيه، لان مش هم دول بتوع شهر فاتوا، لا مش هم دول، مش هم دول بتوع كاس عالم الانديه، مش هم دول. مظبوط. طيب كابتن علاء، يمكن الكابتن شريف اتكلم عن حاجه، قال لك حاله عامه، يعني مش قادر تقول ان في واحد فايق، واحد ممكن يصنع الفارق، فاهم يعني؟ ممكن في ماتش الماتشات تلاقي اتنين تلاتة ممكن يصنعوا لك الفرق، او بالعكس تلاقي اتنين تلاتة وحشين مثلا وتلاقي الباقي كويس. بالظبط. او يعني انما بالظبط، انما لما تكون حالة عامة للفريق ككل اسبابها ايه؟ حالة عامة المشكلة الأكبر دايما هي مش مباراة واحدة، المباراة التالتة على التوالي. بالظبط. ليه؟ ما أنا بسألك أهو. أقول لك عارف ليه؟ ليه بقى؟ إيه العامل المشترك بين التلات فرق؟ بغض النظر عن الرجاء،
دفاع دفاع التكتلات الدفاعيه اللي بس. هي دي التكتلات الدفاعيه اللي بتقابلك. ده العامل المشترك بين طلاع الجيش، العامل المشترك بين سيراميكا كليوباترا. صح. مع الفرق ان طلاع الجيش كان عارف هو بيعمل ايه وبيدافع ازاي. النهارده لا، ما بيعرفوش ده. النهارده فريق متكتل، بيقطع الكره بيديها لك تاني. هي. طول المباراه على كده، هو عايز كده، هو حابب كده. انت ساعدته في حاجات برضو مش طريقه لعبك. الكره الطويله، الكره الطويله. المشكله العامه ايمن، انت فريقك كله ما فيش حد بمستواه، ودي علامه استفهام كبيره جدا. وما تزعلش مني او الجماهير تزعل مني، حاجه مقلقه. القلق في حاجه، بعد مباراه طلاع الجيش انا قلت لك كلمه، قلت لك لازم يحصل كلام من الجهاز الفني والجهاز الاداري مع اللعيبه، ويعرفوا هم الهدف ايه، ولازم اللعيبه تبقى عندها غيره وحماس اكتر من كده بكتير، ولازم يلعب شخصيه النادي الاهلي اللي هو بيرتدي التيشيرت بتاعه. صح. الحماس والغيره مش هيكسبوك، لكن على الاقل تبقى فرض شخصيتك في الملعب. انت ايمن للمباراه الثانيه انت شخصيتك مش موجوده، شخصيه النادي الاهلي مش في الملعب. النهارده بنتفرج كلنا، هسألك انت سؤال، وانت بتتفرج النهارده جالك احساس كم مره ممكن نجيب جول؟ يعني يكاد لا يتعدى ال 2%. طيب ليه؟ ما انت ما بتعملش، ما بتخلقش فرص. بالظبط، ما فيش حد بيتحرك. صح، ما بتخلقش فرص، التحركات وحشه قوي. طبعا التحركات كلها في القلب، وبتلعب بطريقه لعب مش لعيبه النادي الاهلي على الاطلاق. الكور الطويله اللي احنا نبهنا عنها بين الشوطين، كنا بنتكلم انا وكابتن شريف تقريبا واسامه وعادل، ان ما لعبش كور طويله على واحد وسط ثلاثه وفي حارس مرمى، يعني مزبوط. حتى لو نجح انه يلمسها ما هيروح لحارس المرمى. مظبوط. فكل دي يعني ماشي، احنا نقبلنا طلاع الجيش، لكن النهارده لا، النهارده انت بتلعب فريق ما بيعملش حتى هجمه مرتده، ما بيمسكش الكره يعمل لمسه واثنين لا لا لا، هو فريق واقف متكتل وانت مساعده، حتى الهجمه الوحيده اللي عملها كانت في الجول. يعني ما هو برده دي كمان من الحاجات السلبيه، حاجات سلبيه امن، ما ينفعش يبقى انت متحكم في شكل المباراه وتحصل عليك هجمه مرتده. فريق كبير ما يحصلش فيه كده، لكن حصل، وحاولت 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 لحد الحمد لله طلعت متعدي. طبعا احسن بكتير، او من هزيمه كانت تبقى شكلها وحش على جماهير النادي الاهلي قبل اللعيبه، وحش جدا على جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي مش متعوده على الشكل ده، لكن هي حاله في اللعيبه كلها. فلازم، مش على فكره ولا وقت بدني ولا وقت خططي ولا وقت حاجه خالص، ده وقت تقفل على فرقتك، تتكلم مع الناس. صح. طيب انا سالت الكابتن شريف على موافقك. موافقني. معسكر طبعا. معسكر مغلق. طبعا. لازم لحاجتين، لعيبتك تبقى قدامك، وكلام كتير قوي مش بره اكتر في الملعب. صح. كلام كتير قوي، والحاجه الاهم تبعد لعيبتك عن الجماهير. مظبوط. وكلام الجماهير مهما كان يا ايمن، في جماهير بتبقى بتساندك، لكن في جماهير لعيبه النادي الاهلي يعني بتموت عشان النادي، عشان اللعيبه، ممكن تهاجم. اللعيبه بتتاثر. بالظبط. طبيعي. وبعدين طبعا الى جانب السوشيال ميديا لوحدها. فاهم حاجه، لا، لعيبتك تقفل عليهم كويس قوي قدامك. مفيش اكيد مش هتعمل ولا تمارين بدنيه ولا حاجه، لكن انا لعبت قدامي، اتكلم معاهم، افرجهم على الماتشات، افرجهم على الغلطات اللي عملتها، اوقف المواقف، اعيشهم الاسبوع دوت، اعيشهم الاسبوع ده بدون ضغط، بدون حاجه خالص، بدون اي حمل بدني، بس لعبتك قدامك. بص يا ايمن، ثبتت بالتجربه في الانديه والمنتخبات، اللاعب المصري في المعسكرات بيبقى بالنسبه لك انت مردوده ممتاز. ممتاز. بص يا ايمن، هي في احتراف وكل حاجه، بس احنا انت مش محترف طبعًا. انت برضو ممكن سهر، ممكن طبعًا سواقه طبعًا. لا، الناس دي كلها، لكن انا قدامي لعبت قدامي. بينام في وقت، بيصحى في وقت، نظام الاكل، كلام كتير كتير. لا، بص، اهم حاجه الكلام الكتير جدا من المدير الفني والمعاون مع اللعيبه، وتخلي اللعيبه تتكلم. مظبوط. اصل في نقطه يا ايمن، هم يمكن يسافروا قبل الماتش بثلاث ايام. ده الماتش عندنا الاولاني. الماتش هنا. الماتش الاولاني عندنا. الاولاني مفيش حل غير اللي انتوا بتقولوه. هي الماتش الاولاني هنا يا كابتن شريف. أيوه. بص يا ايمن، يعني انا مش هتكلم ماتش كتير النهارده عشان ما فيهوش كوره كتير نتكلم فيها، انا هتكلم على الفتره اللي جايه هي الاهم. بالظبط. كويس. الفتره الاهم زي ما بقول لك، معسكر مغلق للعيبه دي، ولازم يبقى في حديث بين المدير الفني والجهاز مع اللعيبه. اسمع من اللعيبه، اسمع، يعني اسامه انت وحش ليه؟
هيقولوا مثلا حاسس ان انا بدنيا تعبان مش عارف ايه الشكل بتاعنا في الهجوم اتكلم كابتن شريف انت في ايه. اهم حاجه اما تيجي بقى عندك مشكله متكرره لازم تتكلم فيها وتعرف ايه اسبابها، لاني عارف لو مره وانتهت خلاص، لكن المشكله دي بتتكرر معاك من الموسم اللي فات. كان عادل بيتكلم على الموسم اللي خسرنا فيه الدوري كويس، الموسم اللي خسرنا فيه الدوري ايمن لو رجعت بالذاكره كده مباريات نفس الفرق ونفس شكلها تكتل دفاعي صح بيحصل بياخد منك نقطه ونت. ممكن يكسبك فاهمني، فلازم الكلام كلام مع موسيماني سيد سامي مع اللعيبه، ومبقاش كلام واللعيبه بتسمع بس، لازم كلام ويبقى فيه اخده واخده وعطى زي ما بيقولوا. اتكلم اللعيبه بتتكلم تتكلم، انا حاسس ان انا تعبان، انا حاسس ان مفيش شكلنا مش كويس، انا حاسس ان انا مفيش شكلنا الجماعه وحش. طب هقول لك حاجه فضل. سؤال بس، احنا كلنا حسيناه تقريبا واحنا بنتفرج على الماتش، تحس ان الثقه هربانه من بعض اللعيبه في الملعب اغلبهم ليه؟ ما دي برضو عوامل عليها علامه استفهام، يعني ليه اللعيبه قلقانه؟ ليه اللعيب ما عندوش ثقه في نفسه؟ مع ان انت يعني المفروض انت الاعلى، انت اللي راكب، انت الافضل. طبعا انت افضل في كل حاجه. وبعدين مش عارف كابتن اسامه اللي كان بيتكلم او عادل قال لك اللعيب اللي هو بيدور على فرصه وتيجي طب انا قلقان من ايه؟ ايوه وثقتي رايحه ليه؟ ده انا الفرصه جات لي فرصه جات لي وانا بتمنى فرصه. احنا زمان كنا ما بتحلم خمس دقايق بتحلم انك بس تحط رجلك في الملعب بتحلم تحط رجلك في الملعب بالظبط. فانت جات لك فرصه النهارده والمباراه انا مش شايف ان هي صعبه، ما بتلعبش مثلا فريق الند بالند او فريق بيهاجمك، ده فريق متكتل وبيلعب الكره بيديها لك تاني، يعني هو بالظبط بتلعب على نص ملعب يعني خد الكره وابدا تاني، خد الكره وابدا تاني، كانك بتعمل تكتيك كده في تمرين. فحته الثقه الهربانه دي يا ايمن برضو انا هرجع لحاجه كلام والله العظيم الموضوع كله مش موضوع ملعب، الموضوع كله رجع لعيبتك لثقتها. في بص ايمن لعيبه النادي الاهلي منقسمين الوقت، انا معاك ان في ثقه هربانه من اللعيبه وفي مجموعه مجهده بس غصب عنهم النهارده التشكيل كان اضطراري كله صح، وفي لعيبه لازم تحس انك تاخد فرصه في النادي الاهلي ما تستغلهاش يبقى انت بتهزر، يبقى انت يعني ما ينفعش موجود في النادي ده او في الفريق ده. هو كله حاجات نفسيه مش انا عارف ان انت بتقول الكلام ده عشان انت من جواك زعلان متضايق. بص ايمن انا كمان نفسي انا ماسك نفسي عشان انا على الهوا، لكن انا طبعا زعلان ومتضايق جدا. هقول لك حاجه، انا ممكن النهارده اتفرج على الاهلي مثلا بيلعب اي فرقه ونخسر بس نبقى طالعين احنا كمان بنتكلم انا مبسوط من النادي الاهلي عملت عليك. بس النتيجه دي حاجه مش بتاعتي، دي حاجه بتاعت ربنا. لكن انا في ايدي دايما حاجه، في ايدي اداء، في ايدي غيره، في ايدي حماس، في ايدي شخصيه لعيبه النادي الاهلي. لعيب النادي الاهلي في حته تانية خالص. اتفضل. هو ده انا ليا دعوه بالدوري ولا دعوه بافريقيا، انا ليا دعوه ان النادي الاهلي بلعب مباراه مش متعود ابدا ان انا لا اتعادل ولا اخسر. هو ده اخر كلمتين قالهم عليها، هو ده انا النادي الاهلي، انا ليا هيبتي، انا ليا لعيبتي، انا بلعب ماتشي بكسب واروح. هو ده هو بغض ازاي توصل لده مع اللعيبه المفروض عارفاه يعني. بغض النظر عن النتيجه بشيك، لكن انت متعود لعيب النادي الاهلي لما انزل اي مباراه انا عايز اكسبها بس مزبوط. كده كسبت الحمد لله، هي كلها النتيجه ما فكرش فيها، الحاجه بتاعت ربنا. لكن لا، لعيب النادي الاهلي ده في حته تانية خالص مع احترام كل الفرق. واللي بيحصل ده ايمن ماشي بيحصل ومقبول، وتقول الحمد لله النهارده انا ما خسرتش ثلاث نقاط، كان الموضوع يبقى يعني اصعب واسوء من كده. لكن مش مشكله زي بس انا بقول لك لازم لما كويس قوي الفريق معسكر كويس قوي وكلام مع اللعيبه ان شاء الله يوصلوا مباراه وفخ صيف نبقى في احسن حاله، مكسب حلو ان شاء الله، اداء حلو يرجع جماهير النادي الاهلي ثقتهم في فرقتهم، ودي اهم حاجه. صح، اتمنى معالجه الاخطاء في الفتره اللي جايه ان شاء الله قبل الماتشين وفخ صيف باذن الله رب العالمين. هنروح لفاصل، نرجع بعد فاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، يمكن كابتن علاء يتكلم على حته هروب الثقه من بعض اللعيبه، كنت عايز اكلمك في نقطه مهمه جدا. هل تواجد المدير الفني او احد المساعدين في المنطقه الفنيه لتوجيه اللعيبه بصفه مستمره مطلوب مع اللعيبه الفتره دي؟ بص يا ايمن، دي فروقات بين مدير فني ومدير فني وشخصيات. طيب، وفي مديرين فنيين ما بيحبوش يقفوا كتير على الخط وبيسيبوا اللعيبه تلعب. انا مش مع المدرسه، انا مش مع المدرسه دي. انا مدرسه مش مع المدرسه ان انت بسيب اللعيبه دي بالذات اللعيبه المصريين. انا مع مدرسه ان لازم حد يبقى واقف تملي على الخط
تملي في تنبيه للناس الوقفات اللي ورا، في تنبيه لحد مكسل في كوره، في تنبيه. دي انا اسلوبك، اسلوبي وشخصي، ويعني الطريقه اللي انا مقتنع بيها. جايز جدا في وقت معين مع لعيبه معينين في جيل معين في دوري معين يبقى المدير الفني واقف كده، ما بيقول، ما بيوجهش، ما بيتكلمش بتاع، واللعيبه ماشيه وشغاله. لكن في وقت لازم اتدخل. ايوه انا مش عايز اجيب باسامي مدربين اشتغلت معاهم. اسامه معلش، لا اتفضل. اللعيب المصري طبيعته وتكوينه محتاج حد يتكلم معاه دايما. ايوه يا اما يعني ايجابي، هو بيحب اللي يشجعه حتى لو في حاجه سلبيه تنبهه. صحيح. فانا مع الكلام اللي علاء بيقول، لكن دي خلينا نقول فيها زي ما قلت لك اختلاف بين شخصيه مدارس. وشخصيه ومدارس. فيها هتلاقي مديرين بيقعدوا على الدكه ما بيقوموش خالص، وحتى في الدوري الاوروبي بنشوف ده كده. يعني سيموني مثلا ما بيقفش ثانيه، وعلى طول مع الجماهير ومع اللعيبه. في شخصيات تانية ونجح جدا باتلتيكو مدريد، وفي سيميوني، في ناس تانية مدربين بيفضلوا قاعدين على الخطوط، وبالذات تلاقيهم جايين من الناحيه بتاعت شمال اوروبا شويه. أيوة بس اللي انت اتكلمت على طبيعه اللعيب المصري. أيوة لكن المصري، اللعيبه بقى المصريين أيوة محتاجين تملي، ان حد يتملي وراهم. تملي وراهم، تملي في وقت. انا مش عايز اجيب امثله بمدربين واحد يساعدهم زي ما قلت لك او شافهم يعني، لكن دي وجهات نظر. لكن هي المهم دلوقتي مش في كده، يعني المهم دلوقتي بنتكلم، ويمكن انا قلتها قبل الماتش وعلى علق عليها دلوقتي، عقب عليها دلوقتي، موضوع اللعيبه البدلاء اللي هم بياخدوا فرص اكتر من مره. أيوة. لابد انه اداؤه يبقى افضل من كده. لازم استغل الفرصه. لازم استغل مزلوط. الفرصه. الراجل النهارده عامل 7 تغييرات، قلنا طبعا حمدي فتحي وشريف دول اصلا اساسيين، لكن انا بتكلم طاهر محمد، طاهر مكسوني، محمود وحيد، صلاح محسن، كريم فؤاد، كريم فؤاد، كل المجموعه اللي بتنزل تلعب دي، ما هو طبيعي ان في وقت في لعيبه اساسيين موجوده، واي فرقه ليها تكوين اساسي في العالم كله في فرقه اساسيه، وده طبيعي حتى لو في المستويات متقاربه، لكن ماشي. في فرقه اساسيه في اي حته في الدنيا. صح. النادي الاهلي كده، ليفربول كده، من ساعه ما شفنا الكوره من ساعه ما هتفضل كده. صح. انا بستنشأ ان انا لعيب من اللي هم بيلعبوا بشكل اساسي يقعد عشان انا اخد الفرصه، لكن ما ينفعش انا اخد الفرصه مره واثنين وثلاثه وعشرة والاداء رتمه زي ما هو. لابد يبقى. خليني اسالك سؤال ثاني. هل انا وانا لعيب في الملعب وليا زميل جنبي لا مش في مستواه، يعني وشايف ان هو النهارده مش في افضل حالاته او مش في حالته خالص، وشايف اكتر من لعيب كده، هل ده ممكن ياثر عليا انا كمان في الملعب؟ ما هي دي بقى حسب شخصيه بقى اللعيبه. عشان كده اللعيبه اللي عندها شخصيه وعندها قياده في الملعب بتفرق كتير جدا مع اللعيبه. يعني واحد زي الشناوي، واحد زي السولية بس مش موجود النهارده، واحد زي حمدي فتحي كتر خيره طبعا، واضح انه يعاني من كتر المباريات، زي ما الراجل رايح النهارده علي معلول. أيوة. وكنا بنقول محتاجينه في وقت معين ناحيه الشمال، لان ما فيش اختراقات منها خالص ولا كرات عرضيه، محتاجين علي معلول يبقى حتى اخر ربع بس ساعه يعني. بس هو الراجل من وجهه نظره بيحضر، من وجهه نظره شايف انه يريح علي معلول خالص، حتى لو هو شايف انه ممكن يحتاجه ربع ساعه وده ما لعبوش. فاللعيبه اللي هي الشخصيه واللي عندها الشخصيه دي بتاثر بقى في اللعيبه اللي ايه، اللي النهارده مش موفق، اللي النهارده مهزوز، اللي النهارده ما بيلعبش كتير وثقته بنفسه هربانه شويه. لانه خلي بالك النادي الاهلي فانيلته زي ما بنقول تقيله، مش يعني اللي بيلعب لعيبه النادي الاهلي ده لازم شخصيته تبقى قويه، وعارف انه في وقت هيفضل متعادل لغايه اخر ثانيه، وفي وقت زي النهارده كده مغلوب وناقص دقيقتين ثلاثه هرجع وممكن اكسب كمان. ايوه وياما حصل معانا. فدي مهمه جدا. فانا بقول النهارده الشوط الثاني لما الراجل وكلنا طالبنا بيها، لما لعب بيرسي تاو ناحيه اليمين اول ما ابتدى كان دي ما كانتش موجوده. صح. بعد كده لما بيرسي تاو دخل في راس الحربه او الشوط الاولاني اللي هي ايه، محدش بيروح على الاطراف. بيرسي تاو اول ما نزل العشر دقايق الاولانيين اخترق من ناحيه الجنب اليمين. ايوه يا كابتن اللي انت بتتكلم عليها يا كابتن اسامه. ايوه يعني دي الهجمه اللي خدها بيرسي تاو ودخل بيها 18 وشاط بيمينه فوق العرض. مظبوط. تحس انه عمل فعلا الاختراقات دي ما كانتش موجوده الشوط الاولاني. لا عمل حركه. صح. لما نزل يعني عامل حركه ناحيه الجنب اليمين. مظبوط. لما شريف طلع برضو انا ما فهمتهاش دي، ليه شريف طلع
ودخل بيرسي تاو جوه راس حربه بقى مقفول عليه. مزبوط. كان هو بيجي من تحت سريع. ما تعالى بقى للجزء اللي هو ايه الاطراف اللي هي كان فيها مكسوني وهاني والناحيه الثانيه محمود وحيد ومحمد طاهر. ايوه مفيش اختراقات خالص على الـ على الـ على التلت الاخير عشان اعمل كرات عرضيه. بص هو زي ما الكابتن علاء قال برضو، بص هو سيراميكا واقف مجرد واقفه بس. مزبوط. انما عندك مساحات كتير فاضيه. هو ده اللي انا بقوله، ما كانش في اختراقات من على الاطراف، وكمان كتير قوي الناس اللي بتلعب على الاطراف بتخش للعمق. واقفين غلط يا اسامه. ايوه ما انا جاي الكوره دي، هي الكوره بتاعه طاهر دي لو استلمها جايز جول. انت المره الوحيده اللي طاهر اتحرك في الحته دي. مظبوط. لان هم الناس هم مش شايفين، ما انا بقول لك هم بيدافعوا بس هم انت محتاج بس حد كان يعمل يعني بص التحرك ده اكتر من مره كنت تلاقي الموضوع اسهل بكده كتير. مظبوط. يعني التحرك اللي طاهر عمله دلوقتي وتعبت له من قفشه دي جون لو طاهر استلم كويس، بس انا بتكلم عامه في معظم الماتش مفيش اختراقات المواقف اللي هي واحد ضد واحد عشان اعدي. لازم في لعيبه تبقى من النوعيه دي اللي هي زي احمد عبد القادر، زي بيرسي تاو احيانا بيعملها، انه لما يروح على الطرف ممكن اروح اخترق واحد ضد واحد عشان اضرب التكتلات ديت، سواء بقى هسدد في المرمى سواء هعمل كره عرضيه. اتقفل علينا كتير جدا لان هم بيلعبوا خمسه ورا، وبعدين احنا دخلنا بيرسي تاو كمان في العمق، بقت الجناب مش شغاله كويس. الوحيد اللي بيعمل عرضيات بس بدري والعدد جوه كتير علينا اللي هو مين؟ محمد هاني. بس بتتعمل متشافه، يعني بتتعمل في وسط الخمسه المدافعين، مفيش اي اختراقات من الاطراف. ايوه لانك انت برضو شلت شريف من راس الحربه واصبح تقريبا ما عندكش راس حربه. انت اصبح عندك انت بتلعب بقدام بيرسي تاو راس حربه وتحتيه مكسوني ومحمد محمود وحسين الشحات، وبتعمل عايز تعمل كور عرضيه من بعيد. طب ما هما بياخدوا كل كره بياخدوها. الكره الوحيده اللي جت هي ضربه الجزاء لما حمدي فتحي دخل، وهو اللي عشان بيلعب بدماغه كويس اشترك والراجل اتخبط معاه واتحسبت ضربه جزاء. فانا النهارده شايف محمد محمود اللي عملها. محمد محمود اللي عملها بدماغه. فاكر حمدي محمد محمود عملها بدماغه ماشي ايا كان، لكن ما كانش فيه ال 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 الشكل اللي انت تخترق في الاطراف دي، ما انت ما شفتهاش طول الماتش تقريبا النهارده. دي واحده. الحاجه الثانيه مفيش تسديد. ايوه مفيش، يعني انت تحس ان انت هم قاريين خالص، واللعب كلاسيكي ما فيهوش اي تنوع ولا ابتكار. مفيش حد بيعمل حاجه وبعدين قفشه اللي هو عنده ابتكار تملي عشان بتاع تلاقيه تحت قوي فترات طويله، كان في بيلعب اللي تحت قوي في مواقف كتيره لقيناه هو اللي مع الشناوي تحت في كارول. فدول اكتر نقط اثرت، بس الحمد لله زي ما علاء قال والكابتن شريف ان احنا تعادلنا ما خسرناش، وان شاء الله الاخطاء دي تتعالج قبل ماتشين وفاء سطيف وربنا يسهل باذن الله رب العالمين. طيب قبل ما كابتن عادل يمكن ما تكلمنيش في مباراه النهارده. ما اكلمك في ماتش الهاندبول ولا ايه؟ لا لازم اكلمك ماتش النهارده واسالك ايه الحلول، لان ناقص اسبوع في اخطاء معالجه الاخطاء. بص يا كابتن عايز اقول لك حاجه. اتفضل. احنا نادي كبير طبعا، احنا مش خفاف. لا طبعا. بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت تهد الدنيا. لا طبعا بعد انا ضد ده على فكره. خلينا اكمل يا كابتن. اتفضل. اقول لي ليه؟ ليه وجهه نظر لكل وقت او لكل مقال حاجه كده. ماشي. ما ينفعش نلخبط الدنيا على بعض. صح. دي مباراه في الدوري العام. انا عارف ان جمهور الاهلي زعلان للغايه. طبعا. وليه حق. وانا بديهم الحق وبقول لهم لكم حق تزعلوا، انتوا جمهور عظيم، جمهور كبير، خدتوا على انكم لازم تكسبوا، حتى لما بتكسبوا وانتوا ادائكم وحش بتزعلوا، احنا برضو بنقول لهم حقكم علينا في الوقت الحالي. لكن انت عندك فاينل، عندك قبل نهائي، انت وصل قبل نهائي افريقيا. يعني انت مش ميت قوي بمعنى. لا 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 لحظه يا كابتن اكمل بس. انت كسبان، انت لاعب في الدوري 14 ماتش، لو كسبت الماتشين الجايين هتبقى اول الدوري. كابتن عادل النادي الاهلي نادي كبير، ممكن في بعض الاحيان يمرض ولكن لا يموت. كبير. خلينا اكمل فكرتها يا كابتن، فاهم؟ انت عندك 14 ماتش،
ماشي. عندك اتنين مؤجلين. صح. انا بكلمك على الدوري يعني. لو كسبت تركب لو اول. لو كسبت هتركب اول. مظبوط. دي واحد. اتنين. انت واصل لقبل نهائي افريقيا. يعني انت هتلعب ستيف في قبل نهائي، لو كسبته في في عدد الماتشين هتلعب فاينل، تاخد بطوله قاريه، تروح تلعب في كاس العالم باذن الله. فلازم صبر وهدوء ودعم للعيبه والجهاز الفني ومسانده. احنا ما الوقت اللي احنا فيه ده مش هتنفع تصلح كل حاجه. كويس. لو جيت تصلح كل حاجه هتبوظ كل حاجه. طب انت مع المعسكر المغلق اللي قالوا عليه كباتن؟ اكيد طبعا، ولكن انا ما بكلمكش على، بص لما تيجي يا كابتن ايمن تدي ثقه للاعب في نادي كان من اسبوعين من شهر في كاس العالم للانديه ومكسر لك الدنيا وانت عمال تشيد بيه وتقول له انت جامد وانت بطل، وعاوز دلوقتي تصلح معاه، الا يحصل تبقى حاجه عكسيه. عكس. اهدى والمدرب يهدى ويشتغل مع اللعيبه زي ما بيشتغلوا، والفتره اللي هو شغال فيها دي يشوف ايه اخطائه. عنده تحليل اداء، عنده واحد ممكن يحلل له اداءه، وهو كمان يقعد يتفرج على فيديوهاته، يعرف يتفرج على مين عنده اخطاء، يتفرج على التغييرات بتاعته، كل الحاجات دي فنيه هو القريب منها. ولكن انا بتكلم على ايه؟ المسانده. عنده غيابات يا عادل. وعنده غيابات، لكن يا كابتن احنا من ناحيتنا، وانا بتكلم على الجمهور بقول لهم حقك تزعل. صح. وحقك تبقى يعني احنا الاهلي مأخدك ان انت تبقى بتكسب على طول وادائك لازم يبقى كويس، وانت ما بترضاش انك انت تبقى وحش. لكن قدامك اسبوع، احنا ما عندناش شهر يا كابتن. مظبوط. ولا شهرين نصلح. لا لا. احنا عندنا اسبوع. وبعدين تصلح ايه؟ انت بغض النظر على اللي حصل في المباريات الاخيره، فتره انت نزلت فيها، لكن قبلها انت كنت ايه؟ ايوه. وماشي ازاي؟ وانت طيب الدروب دوت كان متوقع؟ بص يا كابتن، طالما في اخفاق في اخطاء طبعا، ما حدش يقول غير كده. طبعا طبعا احنا بنقول في اخطاء ودي حقيقه، بدليل انك اتعادلت الماتشات الاخيره، عندك اخطاء، فالاخطاء لازم تتصلح. هيصلحها المدرب، هيصلحها المدرب. صحيح. ولكن ما ينفعش انك انت طول الوقت دلوقتي الاهلي واللعيبه ما عندها ثقه واللعيبه وحشه. لا، لازم نقف جنبه، اقف سنده. صح. احنا عندنا بطوله بتلعب انت، وانت بتلعب انت ما خرجتش من دوري المجموعات في افريقيا. صح. او في دوري المجموعات انت، وانت ما خرجتش. زي ما قلت يا كابتن، لو انت كسبت ماتشاتك المؤجله هتبقى اول برضه، وهتبقى يا كابتن انت لو كسبت ستيف ماتش هنا وعدد الماتشين. صح. هتلعب فاينل افريقيا باذن الله. هو فاينل افريقيا دي حاجه عاديه؟ لا طبعا. لما تروح تلعب كاس العالم حاجه عاديه؟ يبقى احنا في نادي خلاص تعبنا وقعنا؟ لا، احنا ما وقعناش، والبطل. صح. يمرض ولا يموت، ونهدى شويه. مزبوط. واه حقكم علينا، انا بتكلم على الجمهور طبعا، حقكم علينا. يعني انا ماليش، يعني انا راجل زيكم، انا جمهور زيكم، بس انا بطلع حل. لكن انا بقول لك اهدوا، ربنا يكرم ان شاء الله الايام الجايه. اه في اخطاء، بس لازم نقف ورا فرقتنا، هنقف بالظبط لحد اما نخلص افريقيا، وبعدين هيبقى عندك وقت، وما تخافش على الدوري. ليه؟ لانك لو كسبت الماتشين المؤجلين هتبقى اول دوري. صحيح. بنقطه. صحيح. يعني فرق. صحيح. نقطه عن الثاني. يعني انت ما يعني في اخطاء وكل حاجه، ولكن في الاخر الامر بلاش نبقى خفاف. لما نكسب نقول احنا عظماء وبنكسب وبنكسر الدنيا، ولما بنخسر بنقول احنا وحشين قوي واحنا ضايعين. لا، مزبوط. قوه الانديه الكبيره اللي هي لما صح. بتقع صح. ثانيه، واحنا ما وقعناش، نقف. مظبوط. فهمتني يا كابتن؟ مظبوط. وانا معاك. وفي الاخر هارد لك لجمهور الاهلي اولا، وهارد لك لفرقه النادي الاهلي التعادل. احنا مش مبسوطين، ولكن عندكم مهمه صعبه. اقفل، ركزوا لنا على الاسبوع اللي جاي بالطريقه اللي انتم شايفينها، لانه كنتوا الاقرب. صح. اقعدوا اتكلموا مع بعض، اقعدوا اعملوا، المدرب يعمل، لان هي دي كره القدم. ممكن اصبر عليه شويه، اصبر لحد ما يخلص الاسبوع ده. صحيح. دي وجهه نظري. صحيح. وعشان كده بقول لك اقفل على الماتش ده النهارده. صحيح. كابتن شريف، قبل ما نروح بقى السابق الكابتن ناصر، كلمه اخيره للعيبه النادي الاهلي الفتره اللي جايه. استكمالا اللي عادل قاله، يعني لازم نبس فيهم الثقه، واحنا بنثق فيكم تماما، وانتم اللي رجليكم في الملعب، واحنا مقدرين على فكره
الغيابات اللي هي موجوده في في الفرقه كلها، الاصابات اللي موجوده، وكل يوم بيقع مننا واحد اثنين وثلاثه، فدي اللي هتاثر على اي فريق في العالم مش على فرقه النادي الاهلي بس. ف كل ما هو متاح من كل لعيب موجود، انا واسامه بنتكلم او علاء او عادل او معاك، عايزين يبقى احسن واحد. انا طاهر عايزك احسن واحد، انا مش عايز اكتر. من يوم ما جيت لي من المقاولين كنت مكسر الدنيا، صحيح. عايز اشوفك تاني زي ما انت كده. يعني اللعيب، كل لعيب يقعد مع نفسه. لا مش لعيب يقعد مع نفسه بس، اعاده ثقه نفسه بنفسه. يعني ابعد عن دماغ خالص ان المدير الفني مش عايزك تلعب، او مدير فني شايفك تلت ساعه، او مدير فني معاك دلوقتي في المنظومه وفي الرحله. أيوة. مدير فني عايز يكسب قبل ما انت، اول واحد في الحكايه هو اللي عايز يكسب. أيوة. انما انا اللي بنزل الملعب، انا اللي عندي امكانياتي ان انا اترجم لنفسي على الاقل امكانياتي قد ايه. صحيح. احنا ما بنقولش كل لعيب انا النهارده بديك كام، 4 من 10 3 من 10 2 من 10، انا عايزك 8 و8.5. انت تقدر. صحيح. لو في اجهاد عندك قول، صارح المدرب بتاعك. مظبوط. لو عندك تمرين جامد عليك وانت مش قادر تعمل التمرين ده، اطلب انك انت تخش تعمل تدليك، تعمل اي حاجه، وفر لنفسك الحياه اللي هي تخليك تستقبل المباريات اللي جايه باسم النادي الاهلي وباسمك. صحيح. بس كده. طيب كابتن علاء، يمكن المجموعه دي كلها اولادك ومجموعه كبيره جدا اتربوا تحت ايديك، تقول لهم ايه قبل الفتره اللي جايه الحرجه اللي بيمر بيها النادي؟ هي حرجه عشان غريبه. أيوة. علينا انت. أيوة. فاهم يعني. أيوة. احنا كلنا كده في الاستوديو والجماهير هم الناس في شويه السائل ايمن، لان دي حاجه غريبه. أيوة. على لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي. أيوة. لكن اللي انا متاكد منه، الفرقه الكبيره ايمن وعندها مجلس ادارات كبيره وعندها جهاز فني واداري كبير، بيعرفوا يتعاملوا مع كل المتغيرات في الكوره. صحيح. زي ما بقول لك، زي ما بتتعامل في الفرح والمكسب والبطولات اللي بتكلم عليها عادل، بتقدر تتعامل لما بيحصل حاجه زي كده النهارده. مظبوط. مفيش فريق في العالم بيمشي كويس على طول. مظبوط. خصوصا الفرق الكبيره، لكن لازم التعامل يبقى بهدوء. صحيح. وكعادتنا الحمد لله في النادي الاهلي بنعرف نقفل نفسنا كويس قوي، وبنعرف نخلص لو في اي مش مشاكل. مفيش مشاكل. الحمد لله. في اخطاء كانت بتحصل، عندك وقت كويس قوي تصلح اخطائك. واللعيبه دي هي لعيبه النادي الاهلي. صحيح. هم دول لعيبه النادي الاهلي، مع ان شاء الله فرقتك تكمل، وان شاء الله الناس المجهده تخش تاني الفرقه، والتغيير في التفكير هيتغير، لانك انت داخل على مباراه مهمه. صحيح. ومحتاجه، والنادي ولعيبه النادي الاهلي من زمان مش من الايام دي. لما بحس انه في حاجه حصلت مش حلوه ليهم وجماهيرهم، بتحس ان هم بيتجمعوا تاني لوحدهم وبيرجعوا تاني باذن الله، اكنه كل واحد بيبدا. فانا الله. ما عنديش مشكله ان شاء الله، ولا قلقان ان شاء الله. رب العالمين المصالحه هتبقى ممتازه مع وفاق الصيف ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، اخيرا كابتن عادل وكابتن شريف وكابتن علاء، وجهوا رسائل لعيبه النادي الاهلي. اخيرا رساله منك لعيبه النادي. بقول لهم الماتش ده خلاص يقفلوا عليه وانسوه. انت داخل بطوله تحقق، كسبت هتحقق البطوله الثالثه على التوالي باذن الله رب العالمين. ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي، زي ما قلنا يمكن احنا الجيل حققنا الثلاث بطولات ابطال الكؤوس اللي هم 84 و85 و86. ان شاء الله هم يقدروا يحققوا البطوله الثالثه دي باذن الله رب العالمين. كل لعيب زي ما كباتن قال يقعد مع نفسه، يقعدوا مجموعات، لازم يبقى في تركيز كبير جدا، ويفصلوا موضوع الدوري عن البطوله الافريقيه. والدوري مرحلة تانية نفكر فيها بعد ماتشين وفاق الصيف بإذن الله رب العالمين. زي ما قالوا الكباتن، كلنا ثقة كبيرة جدا في لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني. بإذن الله رب العالمين الأخطاء اللي حصلت الفترة اللي فاتت ديت إن شاء الله تتصلح خلال الفترة اللي جاية. وزي ما قالوا الكباتن، إحنا وصلنا لدور قبل النهائي باللعيبة بتاعتنا ديت، لعيبتنا الكبار دول، بطولة مهمة جدا جدا جدا. نتكلم على ماتشين هيوصلونا بإذن الله لفاينل أفريقيا، وإن شاء الله نجيب البطولة رقم 11. فلازم نبقى كلنا ورا لاعبتنا، ورا فرقتنا، ورا جهازنا الفني، ورا النادي الأهلي في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان، زي ما جمهور النادي الأهلي العظيم عودنا على كده، على الحلوة وعلى المرة معاه. هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس، الحديث عن الحالات التحكيمية في المباراة. أرجوكم انتظروا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر، اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب،
كابتن اسامه عرابي. منور كابتن اسامه. الله يخليك. وكابتن عادل عبد الرحمن. كابتن ايمن، النهارده مباراه صعبه تحكيميا نتيجه الضغوط ما قبل واثناء المباراه على طاقم التحكيم اللي كان مكون من حكم الدرجه الاولى نادر قمر الدوله، وكان معاه على الخطوط المساعد رقم واحد كان احمد حسام طه، وكان مساعد ثاني كان سامي هلهل، ومحمد يوسف كان حكم رابع. كان على الفار محمود دسوقي حكم، دايما بنشوف محمود دسوقي في الفار دايما، هو ده تخصصه كابتن عادل. محمود دسوقي دايما بنشوفه على الفار، وايضا معاه الحكم اللي هو العالمي محمود ابو الرجال اللي هو ان شاء الله هنبارك له قريب، اللي هو رايح كاس العالم. ده كان طاقم التحكيم. انا بس عاوز اقول حاجه مهمه جدا. اتفضل. ان الحالات التحكيميه هي علم صح وثقافه وقانون. ما ينفعش اقول دي ركله جزاء وخلاص او ما ينفعش اقول ان دي مش ركله جزاء وخلاص، في اسباب، لابد ان احنا نتكلم بالقانون كابتن ايمن، عشان بس في عندنا يعني درجه من الاقناع للناس اللي بتتفرج علينا. وهتكلم في اللعبه دي، بس تسمحوا لي بس ناخد الوقت فيها. اتفضل يا كابتن. هنشرحها من اول خالص، من بدايتها لحد نهايه اللعبه. شوف الحاله الاولى بس معانا الاول. ماشي. الحاله الاولى معانا بنشوفها اللي هي حاله من حالات الكره. يلا الحاله الاولى هنا، النادر جري ليه هنا؟ هو ما شافش الكره كانت خارج كابتن عادل او داخل الكوس. تالي هنا بقى في لينك دايما من فار بيعمل كنترول، لان هنا الكره المفترض ان هي بتبقى موجوده حتى على الخط او تبقى داخل كوس الرايه الركنيه. وهنا بالتالي نادر راح وحذر كابتن شريف، لابد ان الكره تخش جوه الربع دايره، وده طبقا للقانون. طبعا بحيي الفار على الحاله ديت، لان هو هنا احيانا الحكام بتسمح بالكلام دوت، والكره بتبقى خارج الكوس وبتبقى مشكله بعد كده لو جه منها هدف ولا حاجه كابتن عادل. دي حاله من الحالات المهمه. انا بس هقف الحاله ديت. تفاصيل الحاله هنا يمكن نادر خد بالشكل، ولكن احنا بنجيب الحاله كابتن، ما احنا معانا صوره كابتن علاء، بنشوف الحاله واحده واحده. هنا محمد ابراهيم، نشوف هنا ستوب، هرجع تاني. مين اللي نجح في لعب الكوره كابتن عادل؟ حمدي، لعيب النادي الاهلي حمدي. انا النهارده كمدافع وانا رايح بتنافس اخلي بالي كويس قوي 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 من رجلي والستارز، تمام. نروح نشوف هنا محمد ابراهيم، الرجل رايحه فين؟ انا مش هتكلم يعني حضرتك بتتكلموا على رجل اللاعب، على رجل اللاعب ده الرجل ولا الستارز؟ على الستارز كابتن علاء. كابتن علاء خطره جدا. هرجع تاني، هرجع تاني يا كابتن، هرجع تاني. هنا ومن فوق لعب حمدي بينجح ولعب، وهنا الراجل جاي بسرعه وبقوه، ستارز رايح في الركبه بالظبط. انا بس بسال سؤال، فين الفار؟ على الاقل سيدي دي لعبه تقديريه، يمكن كابتن اسامه يقول انذار وانا اقول طرد. طرد الفيصل في هذه الحاله هو حكم المباراه. ايوه. اللي يقدر يقول درجه المخالفه ايه؟ مظبوط. درجه المخالفه هل هي ترتقي للانذار او للبطاقه الحمراء؟ لكن هنا يا كابتن شريف انا شايف ان هنا الدخول بهذا الشكل والدخول من مسافه وبهذه السرعه كان يجب ان الفار يستدعي الحكم. انا شايف ان هنا بطاقه حمراء من وجهه نظري طبقا للقانون الماده 12، ان هنا استخدام قوه زايده في التنافس في هذه الحاله. نيجي للحاله دي بقى اللي احنا هنقف عليها عشان بس الناس تعرف هو ليه الفار جاب بدايه اللعبه مع لاعب النادي الاهلي اللي هو الناس بتقول الكره جت في ايديه. تمام؟ نشوف الحاله الاول قبل ما نحكي فيها. لا هرجع بس من الاول، حاله من الاول بس، الحاله دي مهمه جدا جدا. لا من فضلك انا مش عاوز اللي هي المخالف في ركله جزاء، انا عاوز الحاله اللي بيرسي استلم الكوره. طيب بص يا كابتن، البعض بيقول ان في لمسه يد كابتن عادل على لاعب النادي الاهلي، انت تحسب لمسه اليد. لو هي جت في ايدي يا كابتن حتى لو مش متعمده، وانا كمهاجم نزلت الكره قدامي ورحت شايط مره واحده جبت جول. تاني لو جت في ايدي المهاجم حتى لو مش متعمده بيجيبها لك كويكب او مش متعمده، هنا نشوف ماشي نمشي على الرغم ان هنا انا التصوير مش موضح ان هي جت في الايد ولا لا. حتى لو جت في الايد يا كابتن عادل انا بتكلم بالقانون صح، لو جت في الايد لو نزلت هنا من ايد بيرس تمام وراح شايط مره واحده، هنا الجون لا يحتسب. مظبوط. لا يحتسب يعني. انا بقول لك ده لو هي مش واضحه، بقول لك لو بقول لك لو، ولكن هنا الكره هو ليه جابها له الفار؟ جابها له ليه؟ ده السؤال، عشان يقول للناس بتتفرج
هو انت ليه ما جبتلوش اللعبه ديت وجبت له ركله جزاء؟ هو جابها له ليه؟ طبقا للقانون لو جت في ايدك يا كابتن علاء مش وضع طبيعي، نزلت قدامك الحاله الوحيده بس اللي تحتسب فيها انك انت تنزل تروح شايط جايب جون هنا يلغى الهدف فيها. انما لو اتنقلت مره واثنين وثلاثه خلاص، هو هنا الفار شاطر دي جاب له اللعبه دي عشان يقول للناس ان هنا حتى لو في مخالفه لمس الكره بالايد وهي مش موجوده اصلا، وكمان صح. الحكم كان واقف في مكان موجودة كويس يا كابتن ناصر. بص الحكم واقف في مكان انا كويس. بكلم بالقانون يا كابتن عادل عشان في ناس تقول لك الله ده لمسه يد ما حسبهاش ليه يا جماعه؟ لمسه يد تتحسب لو هو استفاد منها، نزلت قدامه حط مره واحده في الجون وجاب جون. نروح بقى للحاله اللي هي فيها مشاكل. السؤال يا كابتن، انا كمهاجم وانا عندي فرصه اللعب عشان اجيب هدف، انا كابتن عادل في مستوى اللعب ما حدش يقول لي ان الكره في مستوى واطي. ارجع تاني بس بعد اذنك، هرجع بقى يعني هرجع تاني بعد اذنك تاني لحظه الكره وهي تتعمل اوفر يا كابتن. لحظه الكره بتتعمل اوفر للاعب النادي الاهلي. ستوب، نمشي واحده واحده، نمشي واحده واحده. سؤال يا كابتن، انا هنا كلاعب مهاجم من حق العب ولا من حق مش من حقي؟ طبعا من حقي. هل انا عملت خطوره على نفسي؟ لا. هذه الكره في مستوى اللعب. مظبوط كابتن عادل. ايوه انا وصلت للكره ونجحت. مظبوط. السؤال، لو الرجل ديت ما لمستش والدخول ده والرجل مرفوعه بتحسب ايه؟ ركله حره غير مباشره. صح ولا صح؟ مظبوط. لو الكره دي في نص الملعب يا كابتن، صح، وحصل ما فيش تلامس والكره والرجل مرفوعه، اندايركت فيك، بحسب اندايركت. صح. طب لما يحصل تلامس بنعمل ايه؟ بنقلب اندايركت لايه؟ لدايركت. مظبوط. طالما في تلامس بتتقلب من ركله حره غير مباشره لركله حره ايه؟ مباشره. الحاجه الثانيه، مين اللي رايح يلعب الكوره؟ اللاعب الاهلي. مين اقرب للكوره؟ اللاعب الاهلي. اللاعب المدافع ما عندوش اي فرصه يا كابتن شريف ان هو يلعب ولا يوصل للكوره، وبالتالي هنا ايه؟ الدخول باهمال. صحيح. الدخول باهمال، والاهمال دوت في القانون مخالفه. مظبوط، يعاقب عليه. لما يبقى في تلامس يا كابتن علاء مخالفه تامه، هو يمكن نادر في زمره الاحداث ما حسبش، ولكن الفار النهارده جابه ايه؟ خلي بالك الفار النهارده عمل حاجه جميله جدا جدا في اللعبه الاولانيه واللعبه ديت. اولا ركله جزاء واضحه جدا جدا، وما كان يجب ان هو ياخد الوقت الكبير قوي 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 ده يا كابتن. ليه؟ احنا قلنا ايه؟ طالما في تلامس وانا نجحت في لعب الكره والكره في مستوى لعبي، ما حدش يرجع يقول لي ده اللاعب وطى وهو عمل خطوره. لا يا كابتن. مظبوط. انا كمهاجم يا كابتن لو علينا احنا ما كانت هتاخد دقيقه. كمهاجم يا كابتن علاء ده جون. صح. وانا رايح ياتي لما تقول، ولكن صح. انا رايح العب في مستوى الكره يا كابتن عادل، ما مسيتش خطوره على نفسي، وبالتالي هو مين اللي ارتكب المخالفه؟ اللاعب المدافع اللي ذهب ليا هو اللي جالي، وهو اللي عمل المخالفه باهمال. مزبوط. وهو عمل اللمس او الكونتاكت معايا انا في الرأس، وبالتالي هنا ركلة جزاء صحيحة. صحيح 100%. وشرحت أنا ليه. بيقولوا لك يا كابتن ضربة جزاء مش ضربة جزاء، لو دي على الأهلي ما هو ده الراجل حاطط رجل في وشه أهو، الراجل هيطير رقبته. كابتن ركلة جزاء ما فيش فيها جدال يا كابتن عادل، وإحنا هنا مش بنقول حاجة غير اللي إحنا بنشوفها. وخلي بالك لو ما فيش تلامس خالص كانت ممكن تبقى غير مباشرة، لكن هنا التلامس موجود، وبالتالي هنا صحيح. بتبقى من اندايركت لدايركت. ركلة الجزاء والتلاحم والتلامس واللعب باهمال، ركلة الجزاء صحيحه. وانا بقول ايه؟ بقول حاجه مهمه، هو كويس قوي اللي جاب اللعبه الاولى اللي الناس مش فاهمه. مزبوط. اللي ممكن تقول لك الله طب ما حسبش ليه لمسه اليد؟ ما تحسبش لمسه اليد طبقا للقانون، طالما اللاعب ما استفادش منها مره واحده. ده لو كان في لمسه يد وجاب هدف. ده لو كان في لمسه يد يا كابتن، برافو عليك. تمام. شكرا. دي الحالات. انا شايف النهارده ان نادر عمل مباراه كويسه. الفار كمان النهارده كان ليه دور كبير جدا جدا، باستثناء يا كابتن علاء الحاله اللي هي بتاعت محمد ابراهيم وحمدي فتحي، كان على الاقل يجب ان هو يستدعي الحكم فيها، لان بنشوف كتير جدا جدا هذه الحالات والفار بيستدعي الحكم، ومن ضمنها كانت لعبه اليو ديانج في مباراه من المباريات وتم طرده في هذه الحاله بالظبط. كان يجب على الفار استدعاء الحكم في هذه الحاله، ولكن بشكل عام بنقول ان نادر النهارده رغم ان هو حكم درجه اولى، لكن قدر ان هو يمر بالمباراه باقل الاخطاء التحكيميه. نتمنى يا جماعه ان التحكيم في الفتره اللي جايه، لان في مباريات ثانيه حصل فيها لغط كتير يا كابتن عادل، وحصلت فيها مشاكل كتيره، لا عشان ما ناثرش على مسيره المنافس. صح. لابد تبقى العداله ماشيه على الكل. صح. لابد ان العداله تبقى ماشيه على الكل. وانا كراجل رئيس لجنه الحكام لما بطلع احلل حاله تحكيميه في مباراه ما، لابد ان انا اطلع ايضا احلل حاله تحكيميه في مباراه ثانيه. مظبوط.
يا اما ما اطلعش احلل خالص يا كابتن عادل. صح كده. ايوه مش هينفع اطلع اقول ان في مباراه الاهلي والمصري ان الاهلي لا يستحق ركلتين جزاء. اه. وبالتالي كان هناك في بعض المباريات هناك حاله طرد مباشر. صح. حصلت. والفار جاب الحكم والحكم راح وكانت في دقيقه 47 من الشوط الثاني. صح. يعني طرد مباشر نتيجه منع فرصه محققه لتسجيل الهدف. يبقى يطلع يحلل كل الحالات التحكيميه، يا اما يبقى في عندي قناه في لجنه الحكام تقدر تتكلم على الحالات التحكيميه زي ما موجود في الدوري السعودي يا كابتن عادل وانت عارف. ايوه صح. الدوري السعودي لجنه الحكام هنا عامله قناه تطلع تحلل الحالات التحكيميه الخاصه بحكام. اتمنى من التحكيم المصري في الفتره اللي جايه يعني يطور من ادائه، والناس بتشتغل، ولكن يعني لابد ان احنا يعني سريعا كابتن علاء الحكام لابد يكون عندها الاستعداد والتركيز والاعداد النفسي، ده مهم جدا جدا، ويبقى عندهم ثقه في الفتره القادمه. ودي كانت اخر حاله معانا كابتن علاء. نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب يا كابتن علاء. كل سنه وانت طيب يا كابتن ناصر. طيب على علاء وكلكم طيبين وجمهور النادي الاهلي ومصر كلها بالف الف خير ان شاء الله. يا رب دايما ان شاء الله. بانتهاء الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في إحدى مباريات الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل 1-1. كل التوفيق للنادي الأهلي الفترة القادمة إن شاء الله، والبداية من مباراتي وفاق ستيف الجزائري في الدور قبل النهاية لبطولة أفريقيا الأندية أبطال الدوري. كل عام وحضراتكم بخير، وإن شاء الله عيد سعيد. كل عام وحضراتكم بخير مرة تانية. ناس بتعيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. حابب في النهاية أشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن شيف عبد النعم، ألف شكر يا كابتن، وكل سنة حضرتك طيب. من طيب كابتن أيمن وكل جماهير النادي الأهلي والأمة الإسلامية كلها والعربية بعيد فطر إن شاء الله مبارك. وإن شاء الله زي ما أنت بتقول انتصارات تبقى الأسبوع الجاي تواكب الأعياد كمان. بإذن الله رب العالمين. كابتن أسامة عربي، ألف شكر يا كابتن. شكرا لك وعيد فطر مبارك على الشعب المصري كله والأمة الإسلامية، وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله بالتوفيق في ماتش فلسطين. يا رب إن شاء الله. كابتن علاء مهوب، ألف شكر يا كابتن، وكل سنة وأنت. أشكرك يا أيمن، كل سنة وأنت طيب، وكل سنة وأسرة قناة الأهلي بخير، كل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير، عيد فطر سعيد يا رب إن شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. جماهير النادي الاهلي حاجه خاصه، عيد فطر سعيد عليكم ان شاء الله، وان شاء الله في مباراه وفاق الصيف ان شاء الله تبقى فرحه كبيره في المباراه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن عادل عبد الرحمن، الف شكر يا كابتن، كل سنه وانت طيب. عيد مبارك للامه الاسلاميه كلها والمصري يا كابتن وجمهور النادي الاهلي، وقلنا ما تزعلوش وحقكم علينا وعلى كل الموجودين في قناه الاهلي، حتى كمان احنا بنتكلم احنا كجمهور يعني زيكم، ولكن ان شاء الله اللي جاي افضل واحسن، ولما تاخدوا بطوله افريقيا وتاخدوا الدوري السنه دي هتفتكروا الايام دي ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.